كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبل أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الذي وصل إلى البلاد هذا اليوم في زيارة أخوية لمملكة البحرين. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وعدد من كبار المسؤولين. وقد أدى صفان من حرس الشرف التحية لجلالة الملك المعظم وجلالة آل عاهل الأردني.